نوح لا يعرف العام هو ثاني فيلم طويل ديالي واللي درته بواحد الهدف اولا انساني لان انتجته امكانياتي الخاصه كنتحدد فيه على الاعاقه وزين المحارم بشكل مختلف. اختاريت الفضاء ديال لي زاني 50 بمعنى 57 58 لانه هذه الفتره بالنسبه لي انا فيها واحد الجماليه وبغيت نسافر بالمشاهد. نوح لا يعرف العام هذا شريط اشتغلت فيه مع الاستاذ رشيد المالي كمساعد مخرج كممثل وهذا كيحصل لي شرف كبير لان هذا الفيلم هذا بالنسبه لي واحد البدايه ديال واحد المشوار ديال الولد ديالي في السينما كمدير تصوير وهذه الفرصه اللي عطاها لي الاستاذ رشيد الوالي وهذا يشرفني. بالنسبه لي هذا فيلم خاص جدا في مسار السينما. بول بحر كبير وبيض وكحل وكاين غير واحد في الدنيا. صراحه التجربه ديالي في هذا الفيلم مع رشيد الوالي على قبل هذا الرول ديال جمانه هي تجربه فريده. اول مره اللي غادي نلعب شي حاجه بحال هكذا اللي فيها بزاف ديال لي زيمونسيون واللي طلبت مني مجهود كبير سواء شي موا سواء في لي ريبيتيسيون سواء من جهه رشيد في لا ديريكسيون داكتور. لحقاش كيف ما شفتوا معنا جمانه هي واحد البنت اللي سبيسيال ماشي بنت عاديه فلاش ديالها ما كتضحكش بزاف ما كتهضرش بزاف في نفس الوقت عندها بزاف ديال الاحاسيس مخربقين لها حياتها في الداخل ديالها. ما تسمعوا الى اخبار الخير. فخور بانني كنشارك معاه نتمنى ان الجمهور يعجبهم الدور اللي كنادي لان كما تيقولوا دائما الدور ماشي بالمساحه ولكن بالقيمه وبالتواجد ديالو وانا فخور وانا كنشوف الفيلم وفخور ان حتى التجاوب ديال الناس عجبهم هذا جميل جدا. اللي عجبني هو هذه القضيه ديال الفيول اللي باقي اللي كان ديك الوقت وباقي ما كنهضروش عليه لحد الان كيكون واحد لو سوجي اللي طابو دايز غير هكاك زعما واحد ليستوار اللي كي لا تريتي واحد لا فيديليتي واحد الثقه واحد زعما واحد عاش هذا نوح عاش واحد فيدال للزوجه ديالو واخا توفات وبقى فيدال ليها زعما اللي بوتاتر ما كنشوفوش هاد الفيدال بحال هكا ولكن تبارك الله عليه رشيد طريطه داكشي هائل وعجبني فيلم يجيش توا بحال الناس ولكن راه نوح عنده ولد ناقص. بو دخلت عليهم اليوم ثلاثه البيوتا مزيانه ولدي فين هما يديك؟ افلام كثيره دابا كاينه في السوق المغربيه كنحس انا شخصيا ماشي حيت الفيلم فيه انا ولا خدمت فيه انا كنحس ان هذا الفيلم مختلف شويه على الافلام الاخرى لا من حيث المواضيع لا من حيث طرح الموضوع لا من حيث الكاستينغ لا من حيث في حويجات زوينه اللي غتكتشفوها الناس ان شاء الله في العرض. تفاعلوا الناس مع الموضوع وتاثروا به كان الدموع كان الضحكات كان التصفيقات فهذا شيء جميل. نتمنى الجمهور يحج ويشوف ويكون عنده نفس الاحساس اللي حسينا به هذه الليله. شكرا لكم.